أنا مهندس زراعي، خرجت بالعام 86، صار لي بهالدومين 32 سنة، وأنا مسؤول الآن عن سوق العراق، المغرب والجزائر. من 7 سنين وأنا بشتغل في الأرض، طلعت من سنة ثالثة ابتدائي وأنا في الأرض، تخصصت الدورة يعتبر أنا عندي 15 سنة. أنا طارق نعناعي، الشركة المصرية للبذور والكميات الزراعية، إحنا شركة مساهمة، وأنا في مهنة المبيدات بالوراثة عن والدي الله يرحمه. فادي خوري من تربو اللبقاع لبنان، خرجت سنة 1999، بلشت بشغلي إنتاج حيواني وأعلاف لمزارع الأبقار. أنا منير أبي فاضل، مهندس زراعي بشركة دبانة، من أكبر شركات لبنان والشرق الأوسط، عنا خبرة تتجاوز 50 سنة بالزراعة. أنا تاجر فاصوليا حضرة، وتاجر بطاطس، تاجر محاصيل زراعية. والله احنا مولودين سيادتك فلاحين برضو، يعني مولودين بنزرع. اسمي حمادة إبراهيم حسن، مهندس زراعي، تاجر أسمدة ومبيدات وتاب. أنا بدأت شغلي سنة 90 بيني وبين كورتيفا اللي هي اتحاد ديبون وداو وبايونير تحت مسمى بايونير من 25 سنة. ابتدينا التعاون مع بايونير في التسعينات، كان عندي مزرعة صغيرة لإنتاج الحيواني في المنوفية، كنت بزرع مساحات صغيرة من الذرة، وعلى الرغم من أنها كانت مساحات صغيرة مهتموا بيا فريق الدعم الفني، جابوا لي أصناف إنتاجية عالية تديني كفاءة في التحويل بالنسبة لإنتاج اللبن أو اللحم. المهندس عمر جابر حسين حسن، من أسيوط منفروت الحواتكة، بدأت وأنا لسه طالب في الكلية، كنت مزارع مع والدي. شركة كورتيفا يلي هي الجوينت أو الميرج بين شركة داو وديوبون العملاقين، داو وديوبون يلي عندهم أنا بعتقد أكبر بورتفوليو من المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الأعشاب في العالم. حظ جيد أنه تعرفنا على بايونير سنة 2001 اللي هي اليوم كورتيفا، والحقيقة عرفونا على حوالي 300 فرايتي جديد، أصناف للذرة والبرسيم وكلها آيبريدز وبتناسب طقسنا. من أول ما جيت على الشركة في عنا كتير أصناف مع شركة كورتيفا، يعني هن عملوا كتير اسم وكتير شهرة، وصاروا هن رواد مش بلبنان بس، حتى بشرق الأوسط من وراء هالأصناف. والله إحنا في زرعة بينير أول ما زرعنا كان معنا الباشمهندس أيمن، قال أنا هزرع على خيط، فبنقول له نقول له يا باشمهندس، قال عشان إنها في نسبة مسافات بين العود وبين أخوه من 15 إلى 20 سنتي، وعليها طول ما اتقل فيها تضيق الكثافة بتاعتها طول اليوم ما تدي معك أنت. بينير طلعت قابلت لنا أصناف حلوة، إن 11 وكف 9 وكف 8 وثلاث أربعات. العراق يزرع حوالي 1.5 مليون هكتار من القمح، يعني هو أهم محصول موجود في العراق. مبيد آخر يلي كنا بصراحة عم نحلم فيه هو البالاس لمكافحة الأعشاب الضارة في محصول القمح، لأنه يتمتع بكل المزايا والخصائص اللي يحتاجها المزارع في العراق. كنا السباقين بإدخال هذه المبيدات، وخاصة مبيدات الأعشاب الانتقائية، إلى السوق العراقي. وأنا وكيل وموزع لشركة كورتيفا في عديد من المركبات بتاعتها، ودي حققت نجاحات طبعا في السوق المصري، وعملت تغير شامل بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للفلاح وبالنسبة للمحاصيل. الفلاح زمان كانت طبعا درجة التعليم قليلة، كورتيفا بيبقى عندها طبعا مجموعة من المهندسين بيشرحوا لنا المركب، طريقة تأثير المادة الفعالة على الحشرة أو على الفطر اللي موجود، وبالتالي احنا برضو بننقل الكلام ده. طبعا هما بيدوا تدريب للمهندسين عندنا، والمهندسين بتوعنا بينزلوا على المزارع بينقلوا نفس الشرح والتدريب ده بينقلوا للمزارع وللمهندسين في المزارع. بينما بمناطقنا المزارع يزرع الذرة والخضار بعد القمح، وهذا شيء فعلا حساس جدا، بالأخص انه بمناطق بالعراق الأمطار قليلة جدا والمبيدات تبقى في التربة، وتبين أنه بمقارنة مع كل مبيدات المنافسة الأسلم كان مبيد البالاس، سلامته وبنفس الوقت قوة فعاليته والجرينينج إفكت اللي عنده على القمح. الحقيقة نجحنا نحن وياهم أنه ندخل أصناف جديدة تعطي إنتاجية منيحة ونوعية منيحة لمزارع الأبكار،
ونحن فينا نقول انه بلشنا بسنه 2001 اول تجربه انتجنا 700 طن. نحن اليوم بشركه عم تنتج حوالي 40 الف طن سنويا. هي خدمه كبيره للمزارعنا، لان انا قدمت له خدمه وقدمت له حل. يعني انا وصلت لمرحله بمناطق كثيره بالبقاع وبجبل لبنان بالمناطق العاليه وقف زراعه البندوره ووقف زراعه البطاطس. ليه؟ لانه عندي الجعفير يلي هو عم بكل موسمه بوجود هذا المبيد حلل لي هيدي المشكله. فلما شفنا الزرع بتاعه اللي حسينا ان يعني احنا ما كناش بنزرع الاول. والله لو كنا بنزرع عندي خمس فدادين كنت زرعهم خدت منهم مقطوره. خمس فدادين. الفدان بيعبي المقطوره الاثنين. يعني شوف انت بقى الانتاج قد ايه. بدات مع كورتيفا بحجم عمل لا يتعدى الخمسه طن. احمد ربنا واشكر فضله انا اكبر موزع موجود في مصر. بقالي فترة زمنية لا تقل عن خمس سنين. بعد كده في الألفينات طلعت في الصحراء، توسعنا في زراعات، عملنا شركة زراعة، دخلت معنا كورتيفا، عملت لها دعم فني كبير، مايكلنا الموضوع من أول الزراعة بمرارا بالمعاملات، وصلنا لحد الحصاد، أصناف في التوقيتات، إحنا بنزرع في توقيتات مختلفة في أماكن مختلفة، دعمونا إزاي نزرع، إزاي نقدر نحدد الصنف اللي احنا عايزينه بما يتوافق مع المناخ المنطقه اللي احنا بنزرع فيها والتوقيت. احنا بننجح بعضينا. المصلحه في الاخر ان المثلث متساوي الاضلاع. المزارع ضلع يستفيد واحنا ضلع كشركه كتجار والشركه ضلع. فلولا المزارع عم بياخذ هذه النتائج المبهره في مكافحه هذه الحشرات بهذه المبيدات لن يذهب ثانية إلى المكان عند الديستريبيوترز أو الموزعين ويطلب المبيد بالاسم. وهذه النجاح اللي نحن عم نقوم فيه. وتلقى كوز بتاع بيونير في اسطمبة واحد، يعني تمسك المغزى من أول خط لآخر تبص على كوز كده، كوز طرف اسطمبة واحدة كلها كده، مش عوك كده أو كوز كده أو كوز كده. لما تيجي شركة استيراد وتصدير بتاخد عينة وتحاليل، بندور على الرش الاصل، الرش كويس اللي هو ما بيعملش متبقيات في العينه وفي التحاليل بعد كده، برضه عشان المحصول بتاعنا برضه في اي مكان بيشتغل. وقت واحد تكون لاقي ظهره على شركه كبيره مثل الكورتيفا، عندك كل هالمؤهلات، بيكون هو عم بيعمل خطوه لقدام، عم بيعمل خطوه لتطور زراعته، ليطول مشروعه، تيعمل مصاري اكثر. للمستقبل نطمح انه نصدر ان شاء الله بوضع الدول العربية وتقدر تتسهل الأمور، نقدر نصدر، صار عنا قدرة نصدر. عمل التغير شامل في السوق المصري، سواء من حيث التدريب المهندسين، سواء من حيث التوعية للفلاح المصري أو المزارع، من حيث المركبات الجديدة اللي بينتجوها، مركبات طبعا على كفاءة عالية جدا. احنا عندنا اتجاه في بلدنا ان احنا نغطي كل احتياجاتنا ونعمل فائض للتصدير. بالتعاون مع وزارة الزراعة والإنتاج الحربي وكورتيفا والمزارعين، سواء كانوا صغيرين أو الشركات الاستثمارية الكبيرة، هنقدر نوصل للاكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنين إن شاء الله. النهارده كورتيفا بتوفر له مبيد حشائش، وتوفر له مبيد حشر، وتوفر له التجاوي، فبقت عملية عبارة عن يعني خدمة المزارع عامة. خدمة قبل ما المزارع يكون هو بيخدم، لا هو بقت خدمة. بجلوتين عبارة عن يعني شركين، مش ممكن انت واحد ومستغنى عن الآخر.